صباح النور دكتور، واهلا بك معنا. صباح الخير يا ستي، لك وللمشاهدين الكرام. أهلا بك معنا. يعني دكتور، استنتاج بات مؤكدا الحاجة إلى جرعة معززة لزيادة الحماية التي يسببها اللقاح إلى أقصى حد وإطالة أمد متانته، ما رأيك بهذا؟ يعني ستي الكلام صحيح، وهذا ما تبرهنه الأرقام. الأرقام تتحدث ستي، البراهين هي التي تخبرنا وليس من يعني وحي أفكارنا أو والله من خبرتنا. الدراسات تثبت بأن لقاحات فيروسات كورونا يمكن أن تبدأ بالانخفاض بعد 6 إلى 8 أشهر من الجرعة الثانية. والحقيقة نعم، هذا لم يكن مستغربا، لأنه إحنا كنا دائما نقول وإحنا بنعرف، لأنه فيروسات كورونا تصيبنا بالزكام، وهذا من عائلة فيروسات كورونا. عائلة فيروسات كورونا لا تعطينا مناعة عمرية، إحنا كل سنة بنزكم ولا لأ؟ صح. فهذا الشيء حقيقة لم يكن مستغربا، وفي ظل وجود جائحة وفي ظل فيروس يتحور، ونحن يعني في خضم إن شاء الله إنه يعني ننتهي من هاي الجائحة، ننتهي يعني بقصد إنه تنكسر هاي الجائحة، لكن الفيروس سيبقى، لكن الجائحة بدها تنكسر. ولهذا أتت التوصيات بإعطاء جرعة ثالثة، ولكن في هاي المرحلة ليس لكل فئات المجتمع. أنا شخصيا حسب البراهين الموجودة عندي هي تعطى للفئات الأكثر اختطارا، وأسميها هم الكبار السن 65 فما فوق، مزودي الرعاية الصحية أو كل من يختلط بالمواطنين تماس مباشر، وآخر شيء اللي أعمارهم فوق 18 سنة ويعانون من أمراض مزمنة يمكن أن تؤثر على مناعته. دكتور، هل ثبت علميا المدة التي تتلاشى على أثرها الحماية التي يوفرها اللقاح؟ ستي نعم، الجواب نعم، هناك دراسات ليست بالقليلة أثبتت بأن الأجسام المضادة تبدأ بالانخفاض من 6 إلى 8 بعد 6 إلى 8 أشهر من الجرعة الثانية. احنا في الأردن الآن نقوم بدراسة وطنية حتى نثبت هذا الكلام من وجهة نظرنا، لأن احنا دائما الحقيقة نأخذ من دراسات الغربية، ما في عندنا دراسات يعني شرق أوسطية إذا سمح لي التعبير. فإن شاء الله خلال الأشهر القادمة ستخرج دراسة وطنية أردنية كمان يعني ستعطينا نتائج، وإن شاء الله سنخبركم عنها. لكن الدراسات العالمية تثبت أنه الأجسام المضادة تبدأ بالانخفاض بعد 6 إلى 8 أشهر. نعم. الجرعة الثانية. يعني دكتور درار، هل هناك من دليل على سبب انخفاض مستوى المناعة لدى بعض الأشخاص، خصوصا وأنه شهدنا على إصابة عدد كبير من الأشخاص الذين تم تطعيمهم يصابون بما يعرف بعدوى اختراق اللقاح؟ يعني ستي شوفي، يعني هذا السؤال تقني جدا وفي أكثر من سؤال. البريكثرو انفكشنز اللي هي العدوى الاختراق كما ترجمتموها، يعني بمعنى آخر شخص أخذ اللقاح أو أنه أصيب بالعدوى ثم أصيب مرة أخرى، هذا الشيء برضو متوقع. لماذا؟ السبب الأول أنه اللقاحات ليست فعالة 100% يا ستي، ما في لقاح فعال 100%. اللقاح إذا وصل فوق 50% بنسميه فعال. فهناك 70% 80%، فمعناته الباقيين ما استجاب معهم اللقاح وبالتالي هم عرضة للعدوى. اثنين، كما قلنا هناك بعض الأشخاص مناعتهم أجسامهم لا تستجيب مناعيا للقاح، مثل كبار السن. هل أنت لما تعطي لقاح لصغير السن يستجيب مناعيا وينتج أجساما مضادة كما يفعل الكبير؟ الجواب لا. هل لما تعطي شخص صحيح طبيا كما تعطي شخص مثلا عنده سكري وسكري مثلا غير مضبوط؟ الجواب لا. ولهذا السبب أتت فكرة كما قلت إعطاء جرعة معززة حتى نستطيع أن نرفع هاي الأجسام المضادة. وفي خضم كما قلت أنه أصلا فيروس كورونا طبيعيا هو يتحور ولا يعطينا مناعة عمرية، يعني إذا أعطانا 12 شهر أوه هذا ممتاز. ودليلي احنا ستي كل سنة من زكم ولا لأ؟ احنا كل سنة من فلوز انفلونزا، وهم كلهم من نفس تقريبا العائلات الفيروسات التنفسية. نعم.
طيب دكتور، يعني كيف نعرف أن المناعة تتلاشى، خصوصا وأن الأمر لا يتعلق فقط بعدد الأجسام المضادة لفيروس معين في الجسم؟ سؤال مهم جدا، يا سلام، يعني سؤال تقني وصعب جدا، وأنا ببشرك أنه هذا من أحد أهداف دراستنا الوطنية. وبدي أبسط الأمر للمشاهدين الكرام، سؤالك مهم، لأنه نعم المناعة ليست أجساما مضادة فقط، المناعة لها أذرع كثيرة، في هناك خلايا تائية، هناك نيوترلايزنج أنتيباديز يعني أجسام مضادة معادلة، هناك ميموري سيلز خلايا ذاكرة. فإحنا حقيقة في دراستنا، وهي مش موجودة عالميا يعني هذا الشيء، ولهذا نريد أن نجيب عليه، إنه هل من انخفضت عنده أجسام مضادة معناته ما عنده مناعة؟ يعني الجواب لا أعلم إلى الآن، ولكن نظريا أقول لك لا. لا يعني من علمنا الموجود، من الكتب، من الدراسات والتاريخ الوبائي، جسمنا يا سيدتي في عنده أذرع، فاللي انخفضت عنده الأجسام المضادة في عنده تي سيلز خلايا تائية، يمكن أن لما تشوف الفيروس مرة ثانية يدخل إلى جسمك فهي يعني تستثار ثم تثير الخلايا البائية، والخلايا البائية تنتج أجسام مضادة أخرى. ولكن هذا التشابك والترابط بده دراسة، يعني نريد أرقام، نريد معلومات علمية نقول فيها إنه كيف هذا التشابك موجود حتى نستطيع أن نعطي جوابا لهذا السؤال. نعم، يعني تشير البيانات التي رأيناها حتى الآن إلى أن جرعة ثالثة من اللقاح تثير مستويات من الأجسام المضادة تتجاوز بشكل كبير تلك التي شهدت بعد جدول أولي بجرعتين. يعني هل هذا صحيح في الإطار الذي تتحدث عنه؟ وما الذي يؤكد عدم حاجتنا لجرعة رابعة أو خامسة أو سادسة بفترة زمنية ليست بعيدة عن الأخرى؟ يعني ستي، اختصارا لسؤال حضرتك المهم، أنه جرعتان لقاح كافيتان، جرعتان لقاح كافيتان، هذا بشكل عام أقولها للجميع حتى ما نسوي يعني لغط ونسوي هلع. ولكن نحن في خضم جائحة، نحن في خضم فيروس يتحور، نحن في خضم كما قلنا معلومة تقول لنا أن بعض فئات المجتمع تبدأ الأجسام عندها بالانخفاض، نحن في خضم معلومة تقول أنه في بعض الناس يعاد إصابتهم ولو أنهم قليلين جدا، على يعني بالمناسبة هي 0.004%، وفي دراسات 0.004%، فيعني يعني 4% أو 4/10,000%، يعني قليلة جدا. ولهذا يا سيدتي الجواب نعم، الجرعة الثالثة بالبراهين والإثباتات كانت قادرة على زيادة الأجسام المضادة في أجساد الفئات ذات الاختطار العالي بالذات. يعني أنا ما بهمني شخص عنده أجسام مضادة وهو محصن وأنا أعطيه جرعة ثالثة، طب ليش؟ ما هو محصن. أنا بهمني الأشخاص من الفئات ذات الاختطار اللي فعلا نزلت عندهم الأجسام المضادة، ولما أعطيته جرعة ثالثة لقيت أنه نعم الأجسام بدأت ترتفع مرة أخرى، نعم هذا مفيد ومبرهن علميا. وبالنسبة لحاجتنا لجرعة رابعة وخامسة وسادسة، الجواب لا أعلم، ولكن لا أعتقد هذا موجود. يعني إحنا الجرعة الثالثة، وأنا هاي بشكل بسيط، هي فقط لأن في خضم جائحة يا جماعة، يعني هي لن تكون يعني إن شاء الله في السنوات القادمة، لأنه بكون الفيروس قد ضعف وأصبح مستوطنا. شو يعني مستوطنا يا دكتور؟ مستوطنا يعني مثله مثل فيروسات الزكام، مثله مثل فيروس الإنفلونزا. نعم ممكن أنه يمرضنا بجلسنا في البيت ويعني يومين ثلاثة وخلص وبعديها نتعافى. يعني فيروس بدنا نتعايش معه كما نقول. صحيح 100% يا سيدتي. 100%. نعم. دكتور، المزج بين الجرعتين الأولين يعني من لقاحين مختلفين لا ضرر بهما، هل هذا يسري أيضا على الجرعة الثالثة؟ يعني إذا أخذنا جرعتين من أسترازينيكا ممكن أن تكون جرعة البوستر فايزر؟ الجواب نعم، الجواب نعم، وهذه حقيقة آخر توصيات قبل أيام. نعم. من مركز يعني مكافحة الأمراض أو الـ CDC الأمريكي،
وهي أنه الجرعة الثالثة يمكن أن تكون من نفس آلية اللقاحين أو الجرعتين الأوليتين، ويمكن أن تكون من لقاح يعمل بآلية مختلفة. يعني ممكن واحد يكون ماخذ جرعتين أستراليزينيكا يأخذ الثالثة فايزر، ممكن يكون ماخذ جرعتين فايزر يأخذ جرعة سينوفارم الصيني، ممكن يأخذ جرعتين سينوفارم يأخذ جرعة ثالثة فايزر، ممكن يأخذ جرعتين سبوتنيك 5 يأخذ جرعة فايزر. نعم. فالهيتروليجس برايم بوست، أي خلط جرعات اللقاح بآليات مختلفة، هو فعال وآمن. كيف يعني يا دكتور فعال وآمن؟ أثبتت الدراسات أنه يمكن أن يرفع مستوى الأجسام المضادة من 50 إلى 100 مرة مقارنة إذا أخذت نفس آلية اللقاح من الجرعة الثالثة. لا بل مدة فترة الحصانة حقيقة تمتد، يعني بدل ما تكون مثلا 6 أشهر ممكن تكون 8، 12 أو سنة ونص وهكذا. ولذلك أنا برأيي بأن الاستراتيجيتين القادمتين لمكافحة هذا الفيروس وكسر الجائحة هي إما بإعطاء جرعة ثالثة أو بخلط الجرعات اللقاح، يعني من آليات مختلفة. دكتور ديرار، ذكرت لي في بداية الحديث عن الأشخاص المؤهلين للجرعة الثالثة، منهم كبار السن وأيضا الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة. ماذا عن النساء الحوامل وماذا عن عوارض الجرعة الثالثة؟ ستي، بالنسبة لعوارض الجرعة الثالثة لم تختلف عن أعراض الجرعة الأولى عند بعض الناس والجرعة الثانية عند بعض الناس، لأنه بتعرف في لقاحات تظهر أغلب الأعراض في الجرعة الأولى مثل أسترازينيكا وكل الذي يعتمد على أدينو فيروس فيكتور، وفي لقاحات تظهر بعد الجرعة الثانية مثل فايزر ومودرنا حقيقة تظهر بعد الجرعة الثانية. فالجواب لم يختلف حقيقة. الأعراض كانت يعني متوقعة والحمد لله كانت يعني يمكن السيطرة عليها. بالنسبة للسؤال الحوامل، الجواب نعم، الحوامل هن من الفئات ذات الاختطار العالي، يعني هم لازم يأخذوا أول شيء جرعتين اللقاح. نعم. يعني هذا أمر إحنا بدنا نخلص منه، يعني يجب أن يأخذنا جرعتين من اللقاح، وعندنا فايزر آمن وعندنا سينوفارم الصيني آمن. نعم. مبدئيا حتى لقاح جونسون أن جونسون ظهر آخر دراسات أنه هو آمن، فأرجوك خدي، لأنك أنت لا تحمي نفسك فقط، أنت تحمي نفسك وتحمي جنينك. بالنسبة للجرعة الثالثة، يعني ما أعتقد أنه بدأ جرعة ثالثة، لأنه هي خلال فترة حملها يعني 8-9 أشهر بتكون أصلا محصنة من جرعتي اللقاح. شكرا على كل هذه المعلومات أستاذ العلاج الدوائي السريري للأمراض المعدية دكتور ضرار بلعاوي. شكرا لك يا سيدي. شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من عمان، وأهلا بك.